ثلاث أسماء لبنات بس بحرف الطاء. حدا يعرف ممكن شيء يكتب لي بالتعليقات. الطاء نادنا فرادهم. السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة منى وخالد، رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد مع بعض. نحن اليوم عندنا تحدي، هو تحدي الأسماء. طبعا الساعة نشرح مع بعض، في معنا اليوم كمان نور تتصور وخالد. صحيح اينو يا خالد؟ اينو خالد؟ هلاوي. ايش كنت تسوي انت؟ هلا لك. اوه شكرا بابا، شكرا. هاي الخير. ايه تحدي الأسماء صاني روح مشان نشرح صار التحدي كيف وين. طبعا تحدي اليوم هو تحدي الأسماء، كيف تصير؟ ساعتها نشرح مع بعض كل شيء ونشرح لكم كيف تصير التحدي مع بعض. نحن الخمسة تنساوي التحدي مع بعض. إذا ما كنتم مشتركين بالقناة حطوا لايك، حطوا لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. تابعوا تابعوا معنا الفيديو للأخير. يلا صعب مشان نشرح كمان الفيديو كيف تصير التحدي بينات بعض. أنا مكيفة. صارنا نشرح مع بعض كيف التحدي تصير بيناتنا نحن. طبعا التحدي مثلا كما خالد قاعد بالنص بالدور، فينا كل واحد فينا تصير. كيف تصير؟ في معنا هون كيس نفيخات والأبرة. طبعا كيف تصير صارنا التحدي؟ تنعبي هاي مي. ماشي، عيفة شوي بابا، تنعبيها مي ونربطها. قاعد شوي بابا خالد، مسكي هاي شوي خولة. قاعد تنحطها فوق مثلا راس حي الله واحد فينا. إذا جاوبنا صح على الأسماء منطق البالونة هاي الأبرة مثلا، إذا جاوب صح ما راح انطقها، إذا جاوب خطأ تنطقها. إيش تصير؟ تنزل المي على راسنا، على راس الخسران. طبعا تنسأل تنقول مثلا بدنا ثلاث أسماء بحرف الآ، ثلاث أسماء بحرف الآ هاي على سبيل المثال. يلا أمينة، أمينة واحد، علي اثنين، أميرة ثلاثة. هاكي معناتها هاكي واحد فينا ربح. ماشي قالتي ما هو اسم اسم ماركت. المهم هاي يعني هيك تصير التحدي، اذا جاوبتن ثلاث اسماء ما راح نطق البالونة. ها اوكي اوكي. واذا خسرتن اذا خسر الواحد فينا تنطق البالونة. جاهزين للتحدي؟ يلا مشان نروح نعبي بالونات مي. ماشي، ومين تبلش اول شيء؟ انا انت قايمة يلا خوف من خالد. اول شيء خالد، لا اذا جاوبتي صح ما راح تخسرين يعني. خالد اول شيء، خالد بعدين انا لا انت اول شيء. خالد الكبير انا لا خالد الصغير. يلا خالد تنعيفه خالد اول شيء. خالد خولي انا. يلا وبعدين انا اخر شيء. اوكي جاهزين؟ يلا مشان نروح نعبي مي. جيبين يلا مشان تروحون عم بينا. طبعا تنعبيها شوي، ما راح نعبيها كثير. هي شوي ها هيك عبيناها كثير مشان كن تنعبيها بس شوي، بس مشانك كثير كثير مشاني كثير كثير. معناتها بالونتك تعبيها انا كثير كثير. لا على الامن، على الحقيقه اللي طلع مني. هاي استنى شوي تربطها. اوكي تنجهز بالونات احنا تنجهز اول شيء وبعدين استنى شوي بابا تنعبي وحده وحده. هذا راح اتعطى كم وحده تنعبي؟ ونحن خمسه خمسه. ايه خمس بالونات. هاي لخالد. استنى لونها زرقاء. انا بدي الاحمر. انا نور بلاو. استنى. نور بلاو خلص البلاو عيفيها لينا. اوكي يلا صرنا نحن صاري جاهزين وعبينا البالونات مي على ايد كياك لفوق خوله. اذا جاوب لا اذا جاوب صح ما يصير انطقها، اذا جاوب خطا ايش تنطقيها. قيك يا حتى لك راي بابا راي ايش تسوي ما تطق بالونه تنزل منها مي. طلع بابا تعطيك حرف كثير كثير سهل واسماء كثير سهلين. ماشي يلا استنى بدنا ثلاث اسماء بحرف الا. يلا اول اسم امينه صح تم عندود. يلا ثاني اسم علي مزبوط. هاي اثنين اسماء، اسمين اثنين يعني بحرف الا. يلا تمن لك واحد الكسندر. الكسندر مزبوط مزبوط الكسندر. طب انت قي عرفتن؟ طلع اول شيء لانه حرف الا امينه لانه اخته وعلي كمان نعرفه والكسندر رفيقه رفيقه صح. شفت كيف اعطيتهم هنا اسماء كثير كثير سهلين. ها اخ انا حطلك يا حتى لو جواب غلط حتى لو جواب صح. يلا صعني دور منى. لا بلي انت لا خلاص ربحت انت ما راح انتقل لك يا عراسك.
سعدة ورمونة. تعالوا. يلا جهزوا حالك بابا. استني استني شوي. قيك. لا شيلي مشان تسمعيني. اشكحكي. شيلي هاك البالون. إيه لكن إذا ما جاوبتي صح؟ راد ورمونة. استنوا شوي. بابا ما بدي شيء شعب، بدي شيء أسهل. سهل إيه ما راح كما خير. حرف الأقمر. لا استنى شوي تنفكر إيش نعطيه. أنا أعرف. إيش؟ بي حرف البي فسي فسي لا بابا حرف لا. الام حرف ال استنى شوي انا تفكر لها مشان اذا مشان اذا خسرت ما بدنا اسماء ما صعبين يكونوا لمنى ايش منى جهزي حالك بدنا ثلاث اسماء باين حرف حرف الام حرام حرف الام ايه حرف الام يلا ثلاث اسماء انا ايش انت يلا قولي اسمك طيب منى غشتي صح وثاني منى لا ثاني اسم ايش ثاني اسم لا ارجعي لسه ما وصاني بكي كمان ثاني اسم منى ثاني اسم ايش ثاني اسم الكبيره منى لا خلص صار هاي اسمين دي هاي اسمين يعني لا من رفقاتك منى في بالمدرسه بالروضه معكي حرف الام حرف الام ماريا ماريا غشتيش مريم صح هاي ثلاث اسماء ربحتي معناتها قومي دور قولي دور قولي يلا نور خذي لك انا الله عليك انا بسم الله ايش انت تطقي لها حرف الاكس لا اكس لا والله انا حطقها هيك بس انا يلا لا استنوا شوي استنوا شوي كيف هيك يلف هيك تزت على بعض لا هاي إلي يلا دي استنى وتنبلش باخذها خلص انا اعطيك كوخه اعطيها لمنى دي مش لا منى اذا جاوبت صح ما يصير تقيها بابا هدي والله سنه انا حطقها لا خلص عيفي الابره مع مع نور لا عيفي الابره مع نور ايوه خلص انت على اياه يلا خلي لا تقل شيء سهل ما راح اقل لك شيء سهل صعب صعب ايه. استنى وتفكر لها اسماء صعب انا كحط باسم حرف استنى شوي انا تاخذ له انت بحرف ال بحرف ال بحرف الاو او سهل او سهل ما فيها اسماء لا بدنا غير لا او او ولا لا 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 بدون او لا انا عارف بس اسمي يلا استنى تفكر بغير اسم بغير حرف تكون حرف كبير هيك يعني اسماء كثير صعبه اس 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 يلا خوخة اس ثلاث اسماء بحرف الاس صبيان او بنات انت لسه رجعي على الزيف مشان من ايش؟ خط سايا لك تسخالي سالي سالي واسم صبي او بنت سميرة سميرة ها سميرة وثالث سوزان بس انت قلت لي معناتها ايش؟ سالي كمان حطي طلعي تطقي المايك حطي البالونة حطي البالونة شيل القوس لا خلص جاوب جاوب حرام جاوب طيب خير قوس يلا بلش صاني بلش دور نور احتر صعب 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 اسماء صعبه ايه حرف اكس حرف الاكس اكس اكس ما في اسماء بحرف الاكس معناتها انت خسرانه لا لا بلي لا احتر حرام على غير غير غشيت معنا طيب ايش تنسي حرف حرف الت اوكي تالا طارق تالا ما في تالا ما في تالا ابا تالا الماني تالا ما بدنا بالالماني طيب لا 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 بدنا هيك اسم يكون يعني معروف طارق واحد يلا للعشرة هاشة ما صحة استنى شو استنى شو خلها تركز خلها أربعة استنى منى خمسة يلا دي ركزي 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 انت حطي يدك فوق انا بس اقلكي سبعة استنى منى تسعة دي واحد اخترتي بس عشرة طارق ايوه ايش تيمة تيمة اللي واحد تيم تيم يلا نتعاون لا نحن ايش قلنا؟ تاء 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 ايه بس هون لا صار طارق بالعربي حرف الطاء ايه لكن لا هاي الاسم هاي الاسم وبالالماني او بالانجليزي صار حرف التاء ايه يعني هون نحن ايش صار؟ الماني وعربي صار صار يعني حرف الطاء لانه بالعربي تكون طاء ما راح يكون تاء
يلا معلش ربحت معنا. يلا تمشي يا سامي دوري. انا ايش ايش انت؟ انا بدك مسلقه. انت بدك تقول تصورني. انا تخسرني ها؟ لا ما راح. ايش تعطيني اسم؟ لا انا ها 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 لا لا اعطاني حرف الهاء خالد. لا سهل. نور راح تنقي. لا بدك هيت. نور راح تنقي. لا سهل. لا صاني بلش دوري انا. هاك البالوني تعبينا فيها مي كنزحن قبل ما نبلش. صاني بدي حرف. من يعطيني حرف؟ انت انا ايش بدك؟ حرف الطاء. ثلاث اسماء بس عنا شرط ان يكونون بنات الاسماء. لا حرف الطاء كا. ايه بابا حرف كا. الطاء كا. بنات كا. استنوا شو شريتكي انت؟ حرفة. ثلاث أسماء بحرف الطاء بس بنات. ما في صبيان يعني؟ لا 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 بل في صبيان. لا ايش خالد اعطيني غير أسماء. حرف الكا. الكا ها. لا طاء. لا طاء. لا حرف الطاء ثلاث بنات بتكن ايه؟ بس يكونوا صبيان بس للبنات. صبيان ما في حرف الطاء. طاء طاء. طب فينا نتصل بشي صديق؟ لا نتصل بصديق او بجمهور او ما يصير. جيب لنا التليفون مشان ندخل شيء لحد التليفون. لا تتحش منها تفكرك. لا بابا طلع هذا الثلاثه كلهم عليك. لا بس هي عن جد اسم غريب يعني. استنوا ثلاث اسماء لبنات بس بحرف الطاء. حدا يعرف ممكن شيء يكتب لي بالتعليقات اذا حدا يعرف شيء اسم بنات ها بحرف الطاء. ايش حرف غيروا لي الاسم ما يصير. انا طيب نغير الاسم بسوي طاء. لا نحير اسم طاء طب بنات. استنوا شوي الوقت يعني ايش خدت معي وقت خلص ولا ايش؟ لا تت باكت عيط. انا طاء. لا ت اربعة ما عرفت تقول ثلاث اسماء. ستة ستة سبعة لا هو شوي شوي ثلاث اسماء بحرف الطاء بنات ما عرفتوا. معك لنهاية التحدي طبعا. والتحدي كان كتير كتير حلو بالاسماء طبعا. واهم الشيء عن جد يعني اسم بنات بحرف الطاء. انا عن جد ما عرفته ايه لصاني ولا اسم. اذا حدا يعرف ممكن شيء اسم يكتب لنا بالتعليقات. اسم بنات ها حصرية مو شباب يعني. بدنا اسم البنات بحرف الطاء يكتب لنا وين بالتعليقات وتنشوف اذا حدا يعرف ممكن ولا لا. وان شاء الله يكون نال اعجابكم التحدي يا رب. ولا تنسوا تدعمونا وتشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد.